عموما تعرف احنا قديش برنامج سيتي كثير نحب اننا نهتم بنشر اخبار وانجازات بناتنا وشبابنا وين ما كانوا، ويمكن واحده من هذه الانجازات اللي حابين احنا نتكلم عنها لبنوته تعتبر صغيره في السن اسمها حياه السبيعي، فازت بالمركز الاول في بطوله السهام المغلقه واللي اقيمت في النادي العربي بمدينه القصيم تحت اشراف الاتحاد السعودي للسهام. يعني الله يعطيها العافية بصراحة، وإحنا كثير سعيدين ببناتنا في مجالاتهم المختلفة كيف قاعدين إن هم يبدعوا ويحققوا مراكز أولى. عموما حتى نتكلم عن هذا الخبر بتفصيل أكثر كني راح بضيفتنا عبر سكايب بحياة السبيعي بطلة القصيم في الرماية. أهلا وسهلا بك يا حياة. في البداية كلمينا يا أهلا وسهلا، كلمينا في البداية عن طبعا شعورك فوزك في بطولة السهام الأخيرة في القصيم، كيف كانت المشاركة؟ ويعني أدينا شوية تفاصيل. يعني وش شعوري؟ شعورك، إحساسك، مشاركتك، اللي ودك انطلقي. صراحة يعني مرة فرحانة إنه إنجاز وأول بطولة، يعني ما أخذت المركز الأول وحققت المركز الأول في البطولة الثانية، ومبسوطة بالإنجاز، فرحانة يعني فخورة بنفسي. حياة تنصحينا إحنا كأمهات ندخل كل أولادنا بالرماية؟ أي أيوة والله. تحسينها سهلة ولا صعبة؟ شوفي بالبداية بتكون صعبة، لكن بعدين وين الصعوبة فيها؟ ما في صعوبة، بس اللهم أثقال الأقواس. تعرفون شو أثقال الأقواس؟ لا وشو أثقال الأقواس؟ اشرحي لنا كما يعني تشرح المعلمة يا أستاذ حياة. هذا القوس اللي ترمين فيه أوكي. بيكون ثقيل يعني، بس بالبداية بيعطونا قوس خفيف لكن بيكون ثقيل عليك يعني كأول مرة تسحبين قوس. ممتاز. طيب خليني بسألك حياة، متى كانت أول مرة مسكتي فيها القوس أو السهام، ومن اللي دخلك ذا المجال؟ يعني ما هو بشيء مرة نقدر نقول إنه متداول أو يعني متعودين عليه، يعني أحس إنها شوي رياضة مختلفة. شوفي أنا يعني كنت أتابع أفلام قديمة عن السهام. شكلك تتابعين روبن هود يا حياة. واسكندر العاص بعد. طيب ولا لا، روبن هود جيلنا، انت جيلك شيء ثاني. طيب تفضلي. بالبدايه يا بنت خالتي دخلوا، ما كنت ابي ادخل يعني، حمسوني ما ابوي اني ادخل ودخلت. يعني قصدك في احد من العائله معاكم او احد عندك؟ إيه؟ في مين؟ بنت خالتي. اوكي. وفزتي عليهم بالبدايه؟ لا. طيب حلو حياة، خلينا نتكلم عن الدعم. يعني لما يكون أحد عنده موهبة ويدخل في مجال مختلف في الرياضات هذه اللي قاعدين نشوفها، ونشوف إن ما شاء الله في كثير من البنات بيمارسوا هذا الموهبة، خلينا نقول أو الرياضة، خليني أسأل مين اللي دعم حياة في مسيرتك الرياضية؟ شوفي أهلي كلهم ودا، بس بالذات يعني أمي وأبوي. أمي وأبوي بعد، والمدربين يعني بالبداية لما خسرت قالوا لي عادي عندك فرص كثير وكذا. أي ما شاء الله عليك، أكيد إحنا فخورين فيك وشكرا لتواجدك اليوم معنا وإنك شاركتينا هذه الفرحة. شكرا لك يا حياة.